السلام عليكم متتبعينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. اليوم غادي نشوفوا واحد التوين ديال بوش، الثلاجة والكونجيلاتور ديالهم سيبارين مقسومين كيف ما كتشوفوهم. هما هادو لا ريفيرونس ديال الثلاجة هي هادي، عندنا KSV VL 30 U، الكونسوماسيون ديالها A2+، استهلاك ديال الضوء السنوي ديالها هو هذا 112 كيلو وات باغ اور. الصوت ديالها كذلك ناقص، فيها 39 ديسيبل. الليتراج ديالها 346 لتر كيف ما كتشوفوا. لا مارك بوش، اسم الثلاجة هي هادي. كونجيلاتور كيف ما كتشوفوا هو هذا. لا ريفيرونس ديالو هي GSN 36 VL 30 U، كونسوماسيون كذلك تا هو عندو A2+. استهلاك ديال الطاقة السنوي 237 كيلو وات باغ اور. الصوت تا هو ناقص فيها، والليتراج ديال الكونجيلاتور 242 لتر كيف ما كتشوفوهم. راهم سيبارين كل وحدة بوحدة. كتشوفو هذا هو الكونجيلاتور، وهنايا عندنا الفريغو كيجي بحال هكا. الكونجيلاتور فيه 4 ديال المجهورة، هلي واحد 3 ديال الطريقات من الفوق. تشوفوا الاول الكونجيلاتور، عندنا هاد ليطاج الاول كيف ما كتشوفوا كيكون شويه صغير. البلاصه ديال لافونتيلاتور اللي كتخرج منها لافابور هي هادي، عندنا من هنايا، وعندنا كذلك هذيك البلاصه اللي لداخل. الطريقه الثانيه كذلك حتى هي عندها البلاصه ملي كتخرج لها لافابور، يعني موزعين مزيان البلاصه ديال البلايص ديال لافابور. حتى التحتانيه هادي عندها البلاصه ديالها موزعه مزيان، يعني كتضرب من هاد الجناب هادو، وهاد الجنب هذا حتى هو اللي الوسط كذلك من الجهه الاخرى. لي زيطاجي عندنا ديال الزاج انكاسابل. ندوزو الان لي تيغوار. عندنا المجار الاول كيف ما كتشوفوه، الحجم ديالو راه موين، لا كاليتي ديال البلاستيك حتى هي مزيانه، مخدومه مزيان صحيه، ما تخافوش من لا كاليتي ديال البلاستيك. المجار اللي تحت منه كيكون كبير، الحجم ديالو حتى هو كبير، سهل باش نجبدوه دغيا. كنجبدوه بحال هكا كيتحيد، هانتوما كتشوفوا حتى هو عندو البلاصه ديال لافابور ملي كتخرج، وسهل كذلك باش نرجعو. المجار اللي تحت منو حتى هو نفس الحجم ديالو كبير كما كتشوفوا. اللي المجار التحتاني كيكون شويه صغير على مدة الموتور، كيكون في الدار ديالو اللي داير لينا هاد البلاصه هادي. بحال مثلا الا بقى هذيك لافابور كتكون ما، يعني كيبقى هابط لهاد البلاصه، ما كيبقاش تحت المجوره. هنا لافيش سينياليتيك ديال الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا. المونتاج ديال بولونيا، صونيا في بولونيا كيف ما قلنا، سهل الجبيد ديال المجوره، وسهل باش نرجعوهم. نشوفوا بالنسبه للباب، دايرين فيه هادو ديال نقدروا نخدموا بهم، كيكون فيهم واحد السائل. هادو ملي كتخدم الكونجيلاتور كيتجمدوا، ونستعملوهم مثلا الا كنا غاديين لشي بحار ولا شي حاجه، بغينا شي حاجه تبقى بارده لينا نستعملوه. هذا في حد ذاته كيلعب الدور ديال هذيك لا غلاسيير، نقدروا نحطوه في لا غلاسيير، كيخلي لنا داك الشيء اللي بغيناه يبقى بارد، كيبقى شاد البروديه ديالو. ندوزو الان للريغلاج ديالها كيف ما كتشوفوا. عندنا هنايا هاد البوطون هذا ديال الشعل والطفيان ديال الكونجيلاتور، هنا لي دوغري ديال البروديه اللي عندنا، من هنا كنريغلو. هنا عندنا السوبر، يعني كيعطي الجهد ديالو كامل الى شعلت البوله هنا. اش عندنا البوله هنا، راه عندنا السوبر ديال الكونجيلاسيون، يعني كيعطي الجهد ديالو كامل. اللي عندنا لي دوغري، عندنا ناقص 16 ناقص 18 ناقص 20 ناقص 22 وناقص 26 كيف ما كتشوف. والمويه النورمال ديال الكونجيلاتور هو ناقص 20، هذا هو العادي ديالو. بغينا نزيدو بالنسبه لي دوغري ديال الكونجيلاتور، ما حدنا كنقصو ما حدنا كنزيدو،
ولي دوغري كي البروديه كتزاد مثلا درنا 22 راه تكون البروديه ديالها اكثر من ناقص 20. هذا كل فيما يخص الكونجيلاتور. ندوزو الان للثلاجه ديالو. نبداو بالريغلاج ديالو حتى هو كذلك. حتى هو عندنا البوطون ديال الشاي والطفيان. وهذا حتى هو يمكننا نخدمو بالسوبر. عطاو السوبر ديال البروديه ديال الثلاجه. عندنا جوج ثلاثة أربعة ستة وثمانية. العادي ديال الثلاجة راه هو أربعة. هو بالنسبة للثلاجة ليكليراج فيها ليد كيف ما كتشوفوا. هنايا عندنا لافونتيلاتور ديال الثلاجة، هادي اللي كديكاجي لافابور كيف ما كتشوفوا. الطاج الفوقاني هو هذا اللي عندنا، لي طاجير اللي تحت منه حتى هو عندنا ديال الزاج. اللي عندنا هاد ليطاج هذا ديال القراعي ديال الماء باش ما بقاوش يلعبوا لينا في الثلاجه، كنحطوهم في البلاصه هنايا كيشدوا بلاصتهم. اللي كاين لي زيطاج الاخرين عندنا جوج اربعة خمسة ستة نقولوا ثمانية ديال لي زيطاج. اللي عندنا المجرك ديال الخضرة ديال الفواكه حتى هو فيه هذيك التقنية اللي كليكون في الكونجيلاتور، هذيك لافابور اللي كتحول الماء ما كتبقاش حاصله هنايا، ديما كدوز من هاد البلايص هادو وكتهبط هنا باش ما تخسرش لينا الخضر. الريغلاج ديالو عندنا هنا بالنسبه للفواكه، وكاين الريغلاج ديال الخضر. يمكن لينا نبدلو، يمكن نسدو هادوك البلايص اللي كتدخل منهم لافابور على حساب شنو عندنا، واش فواكه او خضر. بالنسبه للزيطاجير عاطينا فيهم هاد البلايص اللي محطوطين فيهم هما هادو، ويمكن لينا نبدلو ما عاطينا هادو زايدين. كل ايطاجير عطينا معاه بلاصه زايده كيف ما كتشوفوا هنا. حاجة مثلا بينا نبدلو هنايا، نطلعو مثلا هنا على حساب الحجم ديال داكشي اللي بغينا نحطو. بالنسبه للباب عندنا فيه حتى هو لي زيطاجير، فيه خمسه ديال لي زيطاجير على حساب شنو بغينا نحطو. كاين الطاجير الفوقاني عندو الباب كيتحل كيتسد، نقدروا نستعملوا لشي حاجه بحال مثلا كتكون ما بغيناش تعرض للهواء ولا شي حاجه كنسدوا عليها في هادي. اللي زي طاجا الاخر نقدروا نستعملوا القراعي ديال الماء ولا المناضه كيف ما كتشوفوهم. كيف ما قلنا بالنسبه للريغلاج العادي ديالو هو ربعه، ربعه ديالو ولا ثلاثه، هذا هو العادي. بغينا نزيدو نقدروا نوصلوا حتى لسته. بغيتي دير السوبر كيف ما قلنا هو هذا السوبر ديالو. اما بالنسبه للبيبان يمكن لينا نبدلو الحله ديال البيبان، بحال مثلا بغينا نجيبو الثلاجه هي نجيبوها على 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 اليمين، والكونجيلاتور نجيبوه على اليسار. حتى هو عندهم ديك التقنيه ديال الفيكساسيون ديال الباب، كنحلو الباب من هنايا كيتفيكسا من هاد الجهه هنا، وكنحيدو البواني اللي كاينه عندنا هنايا كنجيبوها كنفيكسوها في هاد البلايص هادو عندنا هنا. عما ديالنا البلايص ديالنا كيف ما كتشوفوا عندنا هنا وعندنا هنا. كذلك بالنسبه للثلاجه حتى هي يمكن لينا نبدلوا ليها هذوك الفيزاغرا ديالها، كتحيد من هنا كتجي كتلصق هنايا عند البلاصه ديالها من الفوق، كذلك من التحت من هنايا. وبالنسبه للبواني هي كتحيد وكنلصقوها في هذه البلاصه هنايا، كتفيكس بالفيسا ديالها كتلصق هنايا كيف ما كتشوفوا. الثلاجه ديال الكونجيلاتور الثلاجه راه عندهم كاليتي ديال لينوكس اونتي تراس، يعني واخا نحطوا يدينا على لينوكس ديالها ما كيبقاوش لي تراس. البروديه ديالها حتى هي مزيانه، كونسوماسيون فيها ا دو بلس كيف ما كتشوفوا، اقتصاديه ناقصه 20% على الثلاجه الاخرين. الشكل ديالهم مزيان بالنسبه للعائلات، العائلات الكبار مثلا اللي عندهم بزاف كيبو سيباريو الثلاجة على الكونجيلاتور، خدامة ليهم مزيان. الآن ندوزو لطريقة الاستعمال ديال أول مرة غادي نحطو الثلاجة والكونجيلاتور. غنحيدو لهم الفرشيات ديالهم المسائل كاملين يتحطو في بلاصتهم. الخطأ الوحيد اللي كيديرو بزاف ديال الناس هو كيخدمو الثلاجة ديك الساعة، وهذا يتسبب ليهم بزاف ديال المشاكل لي صعيب باش تعالج. كيف ما قلت لكم نحطوا الثلاجه في بلاصتها، ما نخدموهاش واحد 6 سوايع، خلوها حتى يهبط الغاز ديالها يستابيليزا
اللي نخدموها برونشيو الثلاجة والكونجيلاتور ديالنا، نخدموهم خاويين واحد المدة قصيرة شوية، ونجيبوهم على الماكسيموم ديالهم في هذيك المدة القصيرة اللي تخدم على الماكسيموم ديالهم. بحال مثلا الكونجيلاتور عندنا فيه الجهد ديالو، عندنا فيه الجهد ديالو هو الموان 26، نديروا على الموان 26 يخدم فيها، ولا نديروا ليه السوبر ديالو كامل، نعطوه السوبر هو والثلاجة. حتى الثلاجة حتى هي عندها السوبر، خلوهم خدامين في السوبر خاوين. اللي ديك الساعة من بعد نبداو نعمرو في الثلاجة ديالنا، ونجيبو الريكلاج ديال الثلاجة مثلا الثلاثة أو الأربعة. وبالنسبة للفريغو نديرو ليه -20 كيف ما كتشوفو هنا. هذه هي الطريقة المثالية باش نخدمو الثلاجة ديالنا ولا الكونجيلاتور. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا، ونوعدكم ان شاء الله فيديوهات واحد اخرين ديال لي كونجيلاتور الثلاجات الكليماتيزور. كونوا في موعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.